بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. عندنا درس بسيط للصف الخامس الابتدائي، مطبوعات في التفريق، مجال الطباعة. بعدين درسنا مجال الرسم ومجال الزخرفة. نريد التعرف على طريقة الطباعة بالتفريق. الكل يعلم أن هنالك مجموعة طبعا من الاستنسل ممكن تكون مفرغة وجاهزة. هذا الاستنسل ممكن تكون مفرغة وجاهزة للعمل، وفيها مجموعة من الزخارف أو الحروف، أيضا مجموعة أخرى، وتستطيع أنك تعمل الزخارف بطريقة مبسطة. وضع التصميم لابد أن يكون الورق يعني سميك وقابل لل يعني بحيث أنه يتحمل العمل، أو تكون قطعة من ملف قديم لديك أو قطعة بلاستيكية بحيث أنها تتحمل الألوان وعملية الطباعة المتكررة. لذلك يعني بحيث أنك تحصل على نتائج طيبة. ممكن أنت من خلال الورق، ممكن يكون ورق يعني سميك قليلا، تستطيع أنك تعمل التصميم ومن ثم تستخدم المشرط، ولكن لابد من المحافظة يعني على الاستخدام الجيد لهذا المشرط، لأنه خطير في التعامل معه بالنسبة للطلاب في الصف الخامس. أيضا قمت بإعداد مجموعة من الزخارف أيضا على الكراس. يعني شوف مثلا هذا غلاف الكراس يكون سميك عادة، فاستخدمته في عمل مجموعة من عمل استنسل. هذا عمل آخر أعددناه مجموعة من الحروف أيضا على ورق يعني يكون سميك جدا. لذلك عادة تكون الطباعة عليه يعني بدون مشاكل. لذلك يعني تستطيع أنك تختار منها أيضا اللبات. ممكن اللبات أيضا هنا مجموعة من الحروف تستطيع أنك تشتغل أيضا عليها، أو تستطيع أنك تعمل أنت التصميم بنفسك على أوراق بسيطة بحيث أنك تستخدمها مرة مرتين. مثل هنا مثلا حروف اسمك أيا كان يعني. طيب في البداية نريد عمل بسيط سريع لهذا الأمر. الأدوات متوفرة يعني قطعة إسفنجية ممكن من المطبخ، من المنظفات في المطبخ الإسفنج، أو بعض القطع التي تباع ممكن تكون موجودة عندك أو تشتريها أيا كان. هذه بدائل يعني بسيطة. يكون عندك شريط لاصق ممكن أيضا أنك ترسم فيه وتفرق وتضع مساحات معينة داخل العمل. بسيط جدا الموضوع إن شاء الله. يكون عندك فرش للألوان، سكاكين للرسم تخلط الألوان، سكين بلاستيك بحيث أنها توزع اللون بطريقة يعني أكثر. لذلك إن شاء الله راح نبدأ في هذا الدرس البسيط جدا إن شاء الله. نضع مجموعة من الألوان، مثلا الأبيض أيضا، البنفسج. هنا اخترت ألوان الأكريليك بما أنها سميكة وأيضا تجف سريعا والأداء معها جدا ممتاز. أزرق، أحمر، يعني نأخذ ألوان تكون الأحمر أيضا، الأزرق
ايضا نضيف اللون الاخضر، وبعد كذا نبدا في اعداد العمل. طيب في الاول ممكن نختار خلفية لهذا العمل، نبدا في خلط لون يكون فاتح، نبدا مثلا ناخذ البنفسج نزيد اللون، نضيف معاه اصفر، هذه سكين الرسم تستخدم للرسم، خلط الألوان وهي أداة من الأدوات. بعد كده ناخذ قطعة بلاستيكية أو بسكين الرسم، يعني أستطيع بسكين الرسم أني أعمل خلفية العمل، لكن هنا المساحة ممكن تكون يعني صغيرة، هذه مساحتها أكبر، أنا أخذ اللون لمساحة، نغطي مساحة أكبر، لاحظ كيف نغطي مساحة أكبر. لاحظ كيف تفرد الألوان، تفرد اللون معانا بشكل يعني أكثر، بحيث أنك نخلط اللون مرة ثانية، ونضع اللون. بسم الله، لاحظ انه اختلف عن اللون الاول، لكن ما في مشكلة، هو مقارب له، مقارب لنفس اللون، في انسجام في العمل، يعني في انسجام في اللون، انسجام لوني. طيب غطينا الان الشكل، طبعا هذه ورقة وضعت الشطبون بهذا الشكل للحصول على شكل نهائي جميل، بحيث كأنها برواز، يعني تستطيع انك تبروزها. اذا تستنى عليها تجف قليلا، وهي سريعة الجفاف، يعني عموما هي سريعة الجفاف. سريعة الجفاف، ننتظرها قليلا ثم نبدأ بوضع مثلا هذا الاستنسل، نحاول أن نثبت عند عملية الطباعة، يعني تكون تثبت وتطبع، تطبع بهذا الشكل، تأخذ اللون وتطبع. طيب الآن نشوف، نعد لون بحيث أنه يكون مقارب للألوان اللي موجودة، نلاحظ مثلا هذا اللون مع قليل من البنفسج، نزيد اللون شوية، الكمية نأخذ السفنجة ونبدأ نثبت ونبدأ نطبع، لاحظ كيف
طيب نشوف طبعاً جزء من هذا الجزء المطبوع، نأخذ مثلاً نحاول ننظفها كده بشكل سريع لأن اللون راح يجف مباشرة، راح يجف مباشرة. طيب بعد كده نحاول إننا نأخذ شيء آخر، ممكن يكون حروف مثلا مثل هذا الحرف، هذه الحروف مثلا هنا، نأخذ هذا الحرف نحاول أن نزيد كمية اللون، نضعها هنا في الماء، نبدأ في خلط درجة أخرى من الألوان. طيب ممكن نأخذ البنفسجي الصريح، نضع معنا أحمر، البنفسجي هو الأحمر مع الأزرق أساسا، نزيد الكمية الألوان للحصول على انسجام لوني داخل العمل يعني. طيب ممكن نستخدم هذه الأداة، ممكن تستخدم الاسفنج، ممكن، لكن الاسفنج أنت كطالب في هذه المرحلة يعني يكون أفضل من أخذ مثلا مساحة أكبر، لذلك ممكن نأخذ هذه، نبدأ في الطباعة، الطباعة بالتفريغ، أخفف اللون شوية هنا في الجزء اللي ما هو مفرغ، أبدأ أطبع. لاحظ كيف إن شاء الله يكون الشكل النهائي جميل. طيب نشوف كيف، بسم الله بسم الله ما شاء الله. طيب نحاول نخفف واللون راح يجف يعني مباشرة، فقط نضعها جانبا كده وراح تنشف إن شاء الله، بالعكس يعني تزيد تماسك. طبعا لا ننسى احنا عندنا شريط هنا، ممكن إن شاء الله إذا آخر شيء يعني شلنا الشريط هذا حتشوفوا اللوحة إن شاء الله بشكل أجمل.
هذا لازم يرتاح ويجف إن شاء الله. تبدأ تختار أيضا تصميم آخر، وأيضا تكون الألوان مقاربة لبعضها البعض، يعني ما تكون ألوان يعني بعيدة قد ما إنها تكون قريبة. ناخذ الشكل هذا. طيب نختار لون، لو اخترنا نفس اللون لكن يكون فاتح، يعني ناخذ من الأبيض ونزيد. نضع مثلا لمسات من الأحمر مثلا، نزيد الأبيض. ناخذ التصميم، نثبت التصميم كذا بطريقة بسيطة، ناخذ قطعة جديدة ونبدأ في الطباعة. زي ما قلنا هذه أمثلة يعني مبسطة جدا، وانت تستطيع انك تشتغل تكوينات عديدة. طيب بسم الله نشيل استنسل، ما شاء الله جميل. طيب ايضا نحاول ننظف هذه قليلا فقط وهي راح تجف، بس اتركها جانبا قليلا ان شاء الله تجف. طيب اذا بدأنا احنا الان في البداية، لازلنا في البداية، نستنى ايضا نشوف يعني قربت انها تجف، وتبدا تختار ايضا اشكال اخرى. مثلا هنا طبعا انت المفروض يعني تستنى عليها حتى تهدأ وتجف، لكن بما ان الفيديو عشان ما يطول معانا الفيديو فانا راح اشتغل بشكل سريع، وانت ان شاء الله تستفيد من العمل. طيب هنا مثلا نختار مثلا لون أبيض، نجرب الأبيض، نخفف اللون، نخفف اللون هنا قبل ما نشتغل على اللوحة. شوف نجرب الأبيض مع المجموعة اللي عملناها أول. نخفف اللون، وممكن انك تختار اجزاء معين، يعني ممكن تطبع هذا الجزء فقط وتترك جزء معين على حسب التصميم انت اللي تحب انه يكون موجود في عملك، لكن حاول انه يكون في انسجام. ممكن تطبع بشكل بسيط جدا مثل
بسيط جدا يعني، بحيث انه ما يغطي بالكامل، يعني تاخذ اجزاء معينة. طيب نشوف شكلها النهائي. بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. طيب ننظف هذه أيضا شوية فقط كده، نمسحها مسح خفيف، ومع ألوان الأكريليك إن شاء الله تجف بطريقة سريعة. إذا هذا اللون الأبيض. طيب أيضا ممكن نستخدم الفرشاة في العمل. نشتغل في بعض المساحات. مثلا هنا نزيد اللون الأصفر. نشتغل باللون في المساحات الخلفية، ممكن انك تشتغل فيها ايضا قبل عملية الطباعة، انت حر في عملك. نزيد اللون، ممكن ناخذ قليل من الأزرق على الأصفر اللي كان موجود. نبدأ نشتغل برضو. نلاحظ بدأت اللوحة يعني تصبح أجمل مع إضافة المزيد من الألوان، مزيد من الدرجات بشكل مبسط جدا. ممكن نشتغل ناخذ فرشة أصغر قليلا، فرشة أخرى،
طيب نرجع مرة ثانية للطباعة، جف العمل. ناخذ لون آخر. مع الألوان اللي موجودة عشان يحصل الانسجام مع نفس الألوان. نزيد الأبيض. نرجع ناخذ نفس اللوحة الأولى أو الستنسل الأول على نفس التصميم، لكن ناخذ قليلا بهذا الشكل. هنشوف كيف يظهر معانا. بسم الله، ناخذ اسفنجة جديدة عشان تكون نظيفة. ان شاء الله يكون جف اللون الابيض. ونبدأ بطريقة مبسطة. نشيل بسم الله. الله جميل. طيب استناها تنشف، نرجع مرة أخرى نشتغل على الألوان. ناخذ استنسل آخر. هنا مثلا الأبيض مهم طبعا معاك، لازم يكون بكمية كبيرة. ناخذ اسفنجة جديدة عشان يكون شغلنا كذا مرتب. نلاحظ الألوان قريبة من بعض يعني. لاحظوا كيف الدرجات قريبة جدا من بعض. نستخدم الفرشة، نفتح اللون، نشتغل. مرة أخرى على العمل.
لاحظ كيف وزعنا الألوان بطريقة جميلة بحيث أنها تنسجم. الانسجام اللوني مهم جدا. أحصل على لون فاتح أيضا نبحث عن استنسل آخر. نكون اللون ناخذ السنسل ناخذ الابيض هذا اسف ناخذ السفنجه ونبدا طباعه قلنا الطباعه ممكن تكون خفيفه ممكن تكون كامله الجزء المراد الطباعة نشوف الآن ما شاء الله جميل طيب إضافة لون مثلا ناخذ أبيض صريح إذا نطبع في جزء آخر كأنك بتوزع التصميم نشوف الآن شكل النهائي كيف بسم الله نفك الشبطون بطريقة بسيطة بحيث أنها ما تقطع الورقة الله
الآن بدأ يتضح العمل بشكل جميل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. أيضا آخر شيء بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله ما شاء الله تبارك الله. لاحظوا شكل العمل النهائي، الطباعة بالاستنسل. كان هذا في طبعا هذا الدرس موجود في الصف الخامس الابتدائي مجال الطباعة. لاحظوا كيف طبعنا بشكل جميل، وكانت الألوان منسجمة قريبة مع بعضها البعض. بعد كده توقع اللوحة وتبروزها وتقدمها. وشكرا لكم على نشكركم الشكر الجزيل. إن شاء الله نلتقي في فيديو آخر عن موضوع آخر في مجالات الفنون الموجودة في المرحلة الابتدائية.